الطريق ترسانو وحدي الطلباله وطاكسي مقلوب في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كانت اليوم هو نهار الاخر اللي بقى لينا فاخر جمعنا حنا جاتنا باش نتحركوا. هذا هو الموتور كيفاش جمعناه كيف ما كانت فينا ان شاء الله تعالى نعاودوا بلاصه اخرى غير هاد الشهاده تقدر تكون تقدر تكون الشمال تقدر تكون الجنوب تقدر تكون الشرق تقدر عقلة مي ان شاء الله تعالى غادي نعاودو نشوفو شي بلاصه اخرى وغير هادي نعاودو ندير كل شويه الوجهه كل شويه الوجهه باش نشوفو بلايص اخرى من غير هنايا كما تنقول لكم. دونك ان شاء الله اخر مره اخر فيديو غيكون في ام سي 1 هو هذا كما كتشوفوا. هذا الصباح دابا راه هادي 7:30 تقريبا تاع الصباح. دونك مرة أخرى عاونونا واشتركوا معنا باش نقدروا نزيدوا شوية القدام ونأفونسيو ويكون إن شاء الله خير. هادشي اللي كنتمناو للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يكون عجبكم هاد الفلوق اللي درنا هاد المرة. خسرنا فيه شوية وكان شوية الوقت يمشي فيه بزاف. الحمد لله على كل حال لسونسيل هو دوز كل شيء على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشوفوا هنا البداية كانت في الطريق لكن الدنيا كلها هي ضبابة ضبابة اللي هي خطيرة وخطيرة بزاف اللي ما يقدرش الواحد يخرج فيها. صراحة الله كانت ضبابة قدامك كيف ما كتشوفوا 10 متر او الاقل كيبانش لك داكشي اللي قدامنا مزيان. الدنيا كانت كلها هي طلعات على البداية كتكون فيها الطلاعي كيف ما كتشوفوا من بعد كاينين الهبط. فراه الطريق كانت صعيبة وصعيبة صعيبة بزاف هادي من بين العوامل اللي لقيناها في الطريق شوية صعيبة لكن الحمد لله مشات الطريق كاملة تقريبا واحد 13 كيلومتر اللي كانت هي على الحافة كانت غادي كيف ما كتشوفوا على اليسار ديالنا كلها هو الجبل والبحر وعلى اليمين ديالنا راه مكالينا الجبل ماشي مشكل. دونك هنا فين ما كفين كاف كيف ما كتشوفوا كانت شويه القضيه شويه صعيبه ولكن الحمد لله واخا هكاك واحد الجو زوين تنحاول نصور لكم تشوفوا. راه ملي كتصور كتشوفوا الكاميرا كتضبب كتعمر بالماء تعمر بالماء تاع الضبابه راه كتشوفوا من الجنب على اليمين وعلى اليسار والطريق قدامك وخصك تكون شاعل الضوء. هذه راه ماشي الليل هذا ولا زعما 6 العشيه هذه راه هي 7 الصباح تقريبا 7:46 دقيقه هي فاش تقنا الديبار. دوزنا تقريبا واحد 13 كيلومتر اللي هي كلها هي ضبابه وكانت صعيبه وصعيبه بزاف. قدرنا نمشيو كنحاولوا نمشيو بواحد الشويه كيف ما كتشوفوا واحد الشويه باش كنمشيو ما كنمشيوش بواحد الطريقه اللي هي مجهده باش حتى الا كنا باغيين نحبسوا الفران او شي حاجه كنقدر توقف في اي بلاصه. الحمد لله من بعد ملي شفنا ديك 13 كيلومتر بدات الشمشه كتبان والضبابه كتغمر من بين احسن الحوايج اللي كيعجبوني كيف ما كنقول لكم. شوفوا الشانتي تبارك الله هنا بعد 10 سنوات تقريبا تاع المجيء الى هذا المكان عاد بدات الدنيا كتقاد وكاين بادين في الشانتي هو الاول عاد يدخلوا للمدينه اونفا ان شاء الله تعالى علاش لا يحاولوا يباطروا بهاد المدينه الصغيره. كنحاولش نقول عليها فيلاج حيت هي لا شبه مدينه ولو صغيره بزاف ولكن تبارك الله زوينه وتستاهل تكون من بين احسن الوجهات في المغرب وغادي تكون واحد النهار. دابا تيجيو لها الناس تاع السورف الناس اللي كيعرفوها الناس من على برا الناس من دول اخرى من دول اخرى تيجيو ليها على قبل السورف حيت تكون في واحد الوقيته في العام كتكون اكبر موجه تقريبا بين اكبر الموج اللي كيكونوا في العالم عالية بزاف اللي كيحضروا ليها الناس دي سورفور من جميع انحاء العالم. المهم خليونا في الطريق الحمد لله كيف ما كنقول قلت لكم دابا خرجنا قربنا نخرجوا من ديك 13 كيلومتر مازال ما خرجناش بعدا باقي تيبان الشانتي كحالي يعني باقي ما خارجينش واقي غاديين في الطريق والحمد لله بدات تبان الشميشه حيدات الضبابه وحنا راه حنا مازال غاديين
في امان الله وحفظه. كما كتشوفوا باقي الشانتي كحل، يعني باقيين ما خرجناش. فهاد البليصه غادي نقدروا نكونوا سالينا الطريق نتاع 13 كيلومتر الدخله اللي كتدخلك الامسوان. من بعد كنلقاو واحد الجنه، جنه ديال تاش ديال الشجره، كاللي الشجره اللي كرمنا بها الله عز وجل في هذه المنطقه وفي المغرب ديالنا الحبيب، اللي هي شجره الارغان. ما شاء الله هذه الدنيا كلها هي قوس ودروات، كلها هي الطريق، كلها 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 بشجر الارغان. والحمد لله هذا العام تبارك الله خلف، وكاين الخلف نتاعو وعاطي الثمار ديالو كيف ما كتشوفوا في بعض الفيديوهات. فهاد اللقطات تبان لكم داكشي صفر في الشجره، هذاك هو الارغان. اما كتلقى صفر، اما كاين الناس اللي كينقطوه تيكون تيطيح الراسو، راه غتلقاو بعض الناس ينقطوا فيه في الطريق تيجنيو فيه. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. والطريق حتى هي تبارك الله مسلحه زوينه، واهم حاجه ملي كتخرج بكري كتقدر توصل شويه فحالك لبلادك بكري. والوجهه كيف ما كتعرفوا وجهه مدينه مراكش الحمراء، عاصمه النخيل، العاصمه الحمراء، المدينه الغنيه على التعريف، ما نحتاجوش نقولوا عليها بزاف د الحوايج، كلشي كيعرف مدينه مراكش. ومرحبا باي واحد كان باغي يجي عندنا مدينه مراكش، فها هي النمره غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. ولا كان مشي دبي يخرج شي خريجه، نخرجوا مجموعين علاش لا، فغادي يكون شرف لينا باش نخرجوا معاه ان شاء الله تعالى، ونديروا دي تريب اورغانيزي علاش لا ان شاء الله تعالى من هنا لقدام. كيما كتشوفوا الطريق راه كانني غادي فيها بوحدي، خاويه وخاويه بزاف. شوفوا تبارك الله على اليسار، ها هو، شوفوا دابا بدات تشرق الشمس. شوفوا تنصور لكم هذا الشروق الزوين كيف ما كيبان لكم هنايا مع شجر الزيتون، الشجره المباركه، وهذا هو ارغان. شوفوا 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 تبارك الله كيفاش تيبان، شتي كيبان داكشي صفر، هذاك هو الارغان اللي كيبان لكم. تيكون ملي كيطيب تيطيح تيطيح الراس، تطيح الارغان راسها تطيح باش تلقاوها الناس تحت الشجره، وتيهزوها وتيمشيو باش تقادوها تيحلوها. من بعد تدوز في العمليه تاع الطحين بالرحى. شوف ما شاء الله، شوف 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 جيب لكم هذاك الشيء الصفر، هذاك هو الارغان. تعمدت نصوره باش نحاول نوري لكم باش كاين الناس اللي ما عارفينوش باش يقدروا يعرفوه. هذه هي المنطقه الوحيده في العالم وفي المغرب اللي فيها شجر ارغان، اللي جات بين صويره واكادير. كاين واحد المنطقه اللي هي قاحله قاحله، ولكن ربي تيعطيها الرزق ديالها في الوقت المناسب الحمد لله. شوفوا هاد الجنة تبارك الله شحال زوين، تعجبني هاد اللون اللي فيه الطريقة وعلى الشارع. بالمناسبة هاد الطريق كلها هي فيها الجوع، واحد ينسلك في الآخر ما شاء الله على الطريق، كلها هي كلها هي كلها هي فيها الجوع، واحد ينسلك على كيف ما كنشوفوا حتى في الهندسة ديالو، في الزواق ديالو، في الشكل ديالو، ما كتلقاش حتى في المدن. تبارك الله، الله يعاون هاد الناس، والناس متمسكين بالدين ديالهم، والله يوفق الجميع. ولكن للاسف تلاقينا واحد الصدمه في الطريق. كيف قال لي علاش اكسيد الله يحفظك. الله يحفظك. واحد ديال الطلبه على طاكسي مقلوب في الطريق. لكن هادشي بس ما كاين ياك داز عالية الحمد لله. هاك داز ثانية الأمور ايوا الحمد لله. ما شاء الله هذا خو باز والله إلا باز، أما تيمرق بنادم سير سير. الحمد لله ديك الحديثة دازت بخير بسلام، تقصحوا الناس شويه الحمد لله، ما كانت لا موتى لا حتى شي حاجه. هذاك هو اهم حاجه، هو كل واحد يحذر راسو بزاف في الطريق، يحذر راسو ما امكن الا الا كتب الله شي حاجه، فراغ الله تيقدر داكشي اللي فيه الخير اكيد. والله الواحد يرد البال، الحمد لله داز كلشي في امان الله. دابا الوجهه سيدي مختار ان شاء الله تعالى. وصلنا هنا سيدي مختار، ضربنا تقريبا اكثر من نص ساعه الطريق اللي ضربنا،
مقطع من ام سوال لهنايا. مي صراحة طلع عينا 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 هدا هو لا موطو، عينا بزاف. جينا كلينا عند واحد السيد هنا هو اللي عطانا الماكلة، داز داكشي زوين صراحة الله بطريق سيدنا. جينا واحد الكريم صاحبنا عند السيد صاحبنا تا هو ليه اللهم يسر. عندي ما نقول داكشي راه عندك يا سلام. داكشي غير البساطة والجودة والقوة. البساطة والله إلا واحد القتيب هنا تا هو مضغناهم عندي هنا تا على دان تحلف عليهم نقول شي حاجه اخرى ارطب بينا الشاش. اخي الله يعطيك الصحه ذكرني السميه لامين. لامين الله يعطيك الصحه خويا لامين، شكرا بزاف. يلا تري عافيك لينا توكلوا على الله. دابا ما ديالو قدام نمشيو بحالنا ان شاء الله تعالى وتطرق المراش باش نرتاحوا ديك الساعه جوا شنو غنعاودوا ان شاء الله. فوالا كيف ما قلت لكم هذه هي القهوه ديال المزوطي. حاول بنادم اللي اي واحد جا لهاد المنطقه تاع سلسله مخطر فراه تبارك الله نقي خير الدنيا كيف ما كتشوفوا. هذيك التصويره ديال سيدنا راه كاين تما الدنيا كبيره اللهم بارك. فوالا نصوروها ديال وقتها فاش وصلنا لهاد البليصه هادي. تبارك الله الدنيا نقيه وزوينه كما كتشوفوا. عندهم حتى الفوق، حتى الفوق حتى هو راه كاين عندهم. شكرا خويا بارك الله فيك اللهم يسر. الله يسر كيف ما قلت لكم كاين في سيرج المقطع. الله يحفظك حبيبي اللهم يسر. شكرا الله يسر. سلام بارك الله فيك الله ينورك. شكرا دونك اجي البليصه صاحبنا الشوايه هو باش نجيو دابا نتلقاو ان شاء الله في الصبار ونتوكلوا على الله فين مراكش ان شاء الله. وهنا ما بقى لي الا نقدم الشكر للاخ خالد اللي شارك معنا في هذه الرحله هذه خونا يحيى. ما نساوش الاخ ايوب تحيه لي من هذا المنبر، وايضا برو ياسير تبارك الله عليه الزمان اللي جانا، وما نساوش بالاخص خونا وليد تا هو كان معنا في هذه الرحله. وتحيه للناس كلهم اللي بانوا معنا في هذا الفلوق هذا، تحيه من القلب. دوزنا واحد الايام اللي هي زوينه شيقه ما كناش منتظرينها، الله كان ميسرنا الطريق الحمد لله. وعلاش لا نعاودو نتلاقاو في شي منطقه اخرى ان شاء الله. اي واحد كان باغي يخرج معنا في شي رحله فمرحبا والف مرحبا. غادي نخلي في الديسكريبسيون النمره ديالي، واي واحد كان بيكون معنا فراه مرحبا والف مرحبا.